اهلا الغزالات ديالي، شخباركم؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا باحسن الاحوال، بخير وعلى خير، مع فيديو جديد ان شاء الله. مرحبا بكم في هذا الفيديو. شكرا البنات ليكم، مازال اللي كيسول عليا، مازال اختي جاره كيخلاها انس ساعه ساعه يجي عندي ويدير لي باقا دايره عقلك، مازال ما بغيتيش تفكي، مازال قولوا باقي. مازال باقي، مازال ما كتبش. ايوا المهم حبيبات ديالي، اش بغيت نقول لكم؟ كنت في الصوت خدمة بعد غدا ان شاء الله للدار، ان شاء الله باذن الله. عرفتي شنو درت؟ حاولت اني نستغل الفرصه ديال هاد الوقيته هادي اللي حنا كنا سادين فيها ياكم، ومع البنات ديجا فهما كيرتاحوا عندهم كونجي وداك الشيء، وحاولت انني تصور واخا يلاه عاد فتحت يعني ماشي بزاف، ولكن كاينين بعض الشيء اصلاحات وداك الشيء ما كنتش كملتهم في الديبار. ايوا صافي دابا عيطت للمعلميه وداك الشيء، ما كنتش شاكت معكم هاد الوقيته اللي كنا سادين. الصراحه والله العظيم لقيت واحد ولاد الناس اللي عمرها سمع فكوني، واخا زعما الصراحه العيد والواحد كيبغي يسافر والواحد كيبغي يمشي العيد في البلاد ديالو، حتى اللي كاينين هنايا مع تبارك الله ما شاء الله كاينين هنايا المعلميه، ولكن ما كيبغيوش يخدموا يا البنات. اللي عيطنا له حنا كنعرفوه كنعيطوا له كيقول لك لا حنا عندنا العيد، واخا كاينين هنايا كيقول لك سيمانه عاد نجي عاد نبداو الخدمه، كنقول لهم بعدا غير جيو فكوني راه شنو شنو والو، قال لك العيد حنا عندنا العيد خصنا كونجي العيد. ولكن لقينا تبارك الله ما شاء الله عاوتاني كاينين اللي الصراحه عاونونا، وصوروا حتى من الدروكريه حنايا هنا كيشدوا عندنا سيمانه واكثر حتى 10 ايام حتى 15 يوم، ولكن تبارك الله ما شاء الله اللهم لك الحمد الحمد لله. والله العظيم الا لقينا دروكريه اللي كيقول لك اي حاجه بغيتيها عيطوا لنا نجيو نفتحوا، وقسما بالله العلي العظيم يا البنات تصوروا 60 كيلومتر باش الدنيا كارو ديال اللي كنمشي كندير لكم عنده جوله ديال الزليج وديال السانيتير وديال داك الشيء، وقسما بالله الا المسكين الولد ضرب 50 كيلومتر باش جا فتح المعمل على قدو، ماشي المكازان التحتاني ديال الناظور ديال الطريق ديال العروي، والله العظيم مسكين الا جا فتح المعمل على قدها قدو قداش باش يعطيني واحد الكميه قليله ديال الزليج، زعما الله يسهل عليهم ويعطيهم كل ما في خاطرهم كيف ما فكوني، الله يفكهم من اي حاجه اي مشكل واي حاجه خايبه. هذا الشيء اللي كاين عليك كتبها عليهم اصلا، والله العظيم الله يسهل عليهم. وكذلك مسكين البلومبي حتى هو جا مسكين وقف معايا وهذا هو بلومبي تريسيان الزلايجي البنايات، قولي لي اسماء شنو تديري، عندي اصلاح اختي شاركتش معاكم وصافي، عندي الاصلاح حاولت انني نقاد شي حاجات بالنسبه للكليانات اللي كيجيو عندنا، راهم عارفين شنو هو المشكل اللي ديجا كان عندي في السونتر، وما بغيتش الصراحه داك الشيء يتكاثر يتكاثر يتكاثر، حيت الا خليته ممكن انني نخليه حتى مثلا شي وقيته اللي تهدن فيها الخدمه وداك الشيء وعاد نوض نخدمه. ولكن صراحه تعلمت واحد الحاجه في الحياه، هو انني صراحه اي حاجه طاحت اون ولا اي حاجه خسرت ضروري ما غادي نحاول انني نقادها. ما غير بنتي غير بنتي اللي دير انا ندير نحاول انني نقادها دغيا دغيا باش ما تزيدش تكثر. هادشي اللي كاين. ايوا دابا راه حنا كنا معاهم، مشيت خليت لهم الساروت لان اليوم راه تصوروا 8:30 فاش خرجت من الدار، ومع ما كانش عندي الطوموبيل انس قال لي اسمع غير سيري تمشي شويش على رجليك، قال لي تخلي لك الطوموبيل وكل شيء ولكن غير سيري تمشي، ومشيت تمشيت على رجلي اختي، مشيت على رجلي وقديت لهم الامور وداك الشيء وفتحت لهم وهذا، وعاوتاني وليت هبطت عاوتاني على رجلي. دابا لقيته هنيت قال لي اسماء اليوم خرجي عاوتاني نخرج زعما انا وياك نديرو لامارش، منها نونسو ومنها في نفس الوقت هو يشجعني انني ندير لامارش. قلت له انس راني ما قداش لان اصلا راني في الصباح درت لامارش، راه درت ربع ساعه في ربع ساعه راه بزاف، قال لي وصافي حتى الغدا. ايوا هي هذيك اليوم خلاص فاش مشينا عندهم عطيت لهم الساروس، قلت لهم ها هو الساروس غدا في الصباح منين نجيو حفتحوا نتوما المحل ودخلوا راه ما غنجيش عندكم في الصباح. ايوا هما بداو وانس بدا يضحك على اساس زعما باش غدا ما نمشيش عاود على رجلي. ايوا صافي هذا ما كان. المهم غدا خلاص صافي سالينا، حنا سالينا الروينه ديالنا كامله، غيجيو يديروا غير دي غوتوش وصافي. اصلا انا خصني نعيط فام دو ميناج باش يجيو هكذا يجمعوا الصالون يضربوا له حكه وفركه، باش ان شاء الله باذن الله
دابا نتوما انا كنظن على ما تجيو تشوفوا هذا الفيديو حتى غيكون الصالون ديجا تفتح، حيت مع راسي كنقول ان شاء الله نهار السبت غادي نكونوا فاتحين ان شاء الله باذن الله. السبت مرحبا بكم والف مليون مرحبا. السبت ان شاء الله نكونوا حالين السونتر، حيت بزاف البنات اللي كيسولوني كيصيفطوا لي في الخاص اسماء فوقاش غتحلي فوقاش غتحلي، كنقول انا السبت يعني دونك السبت انا مي غنحط ان شاء الله هذا الفيديو في الصباح، راه اي وحده بغات تجي للصالون مرحبا والف مرحبا بها. ايوا هادشي ما كاين الغزالات ديالي، غادي ندخلوا ان شاء الله للدار وغادي نوجد داكشي اللي خاصني نوجد، لان صافي ما بقاش الوقت وما بقاش الحال بزاف، وحسيت براسي بانني بانني راه ما بقاليش، ولكن الله اعلم. المهم خص كلشي يكون عندي مقادد وداكشي داكشي ديال سلو كله مقادد خصو غير يتخلط. انا غادي نشاركو معاكم اللعبات ديال ديال ديالو فين غادي تحطو، خصيتو ما نحلو وما نقادو وما نصوبو وما نوريهم لكم اللي كنت وصلت بهم من عند شيئين. وفي نفس الوقت داكشي اللي كنت خديت ديال لي دراجي وهذا حتى هو كله جبتوه معاك عندي بيت نعس هبطو جبتو حطيتو، تما خاصني نقاد لي دراجي في داك اللعبات ديالهم وهذا ونقادوهم، باش هكا الفرامي كتجي كيجيك الحريق راه ما يمكنش عتنوضي تقادي داكشي وتصوبيه وغاد نسى غنسى شي حاجه. يعني انا خاصني نكون مقاده لهم كلشي، بعدا انا غير منين يجيني بعدا الحريق نتلاها غير في حريقي حيت ملي كيجيني الحريق راه كنعاد كندخل نمشي ندوش بالماء سخون باش كيهدن عليا شويه الحريق، واحد كنتفكر هادي وهادي وهادي ومن بعد صافي كنمشي للطبيب. يعني هما خصني نكون مرصيه لهم داكشي، حيت داكشي انا مايمكنليش ديك الساعه تعاد نوض نرصي، راكم عارفين وحده فيها الحريق واش عاد تنوض تسمق وتول كتقول يا ربي نتفكر على خير وبخير داكشي ما عندي ما ندير به. ايوا هما يلاه يلاه يتكلفوا بداكشي. ايوا هادشي ما كاين الغزالات ديالي، دعيو معايا البنات دعيو معايا نتفك على خير وبخير، ودعيو معايا نتفك في اقرب وقت. والله العظيم البنات الى عيد عاجي كنت كنقول يا ربي ما نولدش دابا خلي غير يفوتني العيد وداك داك الزيار ديال العيد الخدمه اول حاجه، ويفوت العيد الاضحى عاوتاني حيت فيه تماره، ما بغيتش نكون نافسه نعسه في الفراش وعرفت شنو اللي داكي غدوز وهذا. واخا كنتمنى من الله يفكك على خير وبخير وداكشي يدوز زوين ونوض بسلامه بلا غراز بلا حتى شي حاجه. ايوا هي هذيك كنت كنقول يا ربي فوت عاوتاني غير العيد داك الساعات اللي بغات الولده تجي تجي، وتقلت صراحه وعيت. دابا كنقول يا ربي صافي ما بقيتش باغا نزيد نتعطل، يا ربي يجي الحريق خاصه صراحه خيفانه ما كنكوراجي راسي ولكن قدم ما بقيت هكا راه العذاب راكم عارفين. اطول شهر هو شهر التاسع وانا راني صافي 40 سيمانه ساليتها اختي والله ساليتها 40 سيمانه ساليتها 40 سيمانه ويومين. انا عارفه راسي دائما كنخرج 9 شهور كامله كنساليها وندخل في العاشر عارفه راسي. ايوا واش غدير الله يدير شي تاويل ديال الخير. دائما عندي 41 سيمانه 3 ايام 41 سيمانه ويومين 41 سيمانه وخمس ايام دائما. ايوا الله يفك جميع الوليات هذا ما كان. يلا زيدوا معايا نكملوا روينه ديالنا. ايوا هانتوما اختي كيف ما كتشوفوا بنيتاتي كيعاونوني متشوقين تشوفوا خيتكم مريم. بغيتو تشوفوها؟ غادي تكون اختي لا سميتيها ايز؟ لا غادي تكون اختي سميتيها دينا. يا ما تكون خصكم بجوج. لا لا انا سميتها يا لا لا انا اللي غادي نسميها مروه. ديك المره مروه هي اللي سماتها. اها انت اللي سميتيني. انا ما سميتكش هذيك القرعه.
لا ولكن انتينا القرعه ثلاثه المرات وانتينا كتطلعي مروه وكيفاش انا اللي كنت انا عارفه ان ديك الساعه كنت مازال عاد بابي يا زين بابا بابا وماما هما اللي حتى هما بغاوش لا انا اريج لا خليني غير مرة انا اللي سميتي اختي ولكن انتينا اللي سميتي اريج زعما ساره خلنا دابا انا اختي دابا نسمي ماشي مروه سميتي ماشي مشكل ما يكون زروبي لا انا ما حتى شوفوا مازال الكرش الخامس ان شاء الله وسميه لا انا والله لا غادي تسمي غادي نسمي دينا لا غادي نسميها دينا جودي سميت بنت ما عرف لا سميت بنت جودي بنت سميها فوندغودي وي قالت لك جودي ايوا واذا كان يا جماعه واذا كان واذا كان وليد سميه لو بير دو فوندغودي بو جماعه صافي وكي بغيتي جودي شنو بغيتي نسميه اذا كان وليد الا كان وليد شنو نسميه ما عرفتش والله عارفه لا عارفه وإلا كانت بنيته شنو بغيتي جودي دابا عيب وعار يخرج وليد وانا جاريه من كلهم سمحوا لنا كنا دايرين كاميرا خفيه وانا شاريه بيبغون في الغوز مشكل هاد كان هذيك تشري جوج واحد زرق وواحد غوز داك الساعه صبات يمشي لك يجري نشري لي وحده زرقاء نمشي عند الغوز لا نمشي عند طوي نقول له هاك دي هادي وعطيني نشري الغوز زرق صار بين غوز قلنا انت هو السبب ياك انت شو بغيتي تسمي دينا دينا ولا كنزه دينا ولا كنزه ولكن كنفضل دينا ما نكذبش ويا كان ولد يا كان ولد سمي انس باك سميت عندك باك عزيز لا عزيز هذه غير سمية انس باك ماشي عزيز وسمية انس هي هذه لا انا كنت عجبني اسمي شوفي الا كان وليد نسميه يانيس يانيس بحال انس يانيسو ماتيسو لا سمي يانيس يانيس ايوا دابا حنا والله الا سمينا باك حلفتي يسميه هو لا والله حتى انا غادي نسمي ديك ماما هو هي اللي سمى دابا انا وقت انا اللي نسمي سميو انا وياك واخا نديرو قرعه ماشي قرعه نديرو سينا جدي الحوايج من رجلي وانا ندوز عليك انت شنو خاصك تسميك ما تكونيش معايا لكم في الدائره بنتي دابا هذا هو المشكل هو غيمشي يهز الحاله المدنيه ويمشي للدائره وغيسميها اللي بغا غادي داخل نلصق نشتاق ما نسميوهاش الحلا وما نسميوهاش حتى تكبر هي وتسمي راسها اسميتك لا بنتي بنتي بنت انس نبقاو عليها اسميتك بنت انس اسميتك اسمي ومشكل ملي تكبر تقول لها شنو سميت تقول له اسميتك اسميتك يقول لها شنو سميتك تقول له اسميتك قول لها انت شنو سميتك تقول له اسميتك جيب لهم مقطع المهم غتعرف راسها غير باللبار يبداو يعيطوا لها يبداو يعيطوا لها اللبار مالها مال مالها تنكر حتى كنيتها هذا شي عيب كنيتها غادي يبقاو يعيطوا لها باللبار اللبار تتكبر وتختار هي السميه اللي بغات لراسها اسميتك نوض نخلطو سلو اسميتك العام اللي فات الاسره كانت بقات تعيط ليا بكنيته حيت كان صاحب تحت هي سميتها مروه وكانت تخاطو بعضياتنا على ما كتبغي شي واحد ينوض اكثرية هاد الاساسيات كيعيطو لنا بكنيتنا ماشي بسميتنا قليل اللي كيعيط لك بسميتك حيت كيجيو السميات بحال بحال حيت كيكونوا سميات بحال بحال المهم هذا هو وجد تسميو راه واجد ان شاء الله غير يتحيد وصافي ماشي سوقي دوقي معاك لا فقد منها لوزه هايك وليها زوين اوكي نجيبو فوق
كتشوفوا غادي نبداو ان شاء الله في التخلاط ديال السلو. كلشي تبارك الله واجد، كلشي مقاد، خصو غير يتجمع وصافي. دونك هنايا كيف ما غادي تشوفوا عندنا الزنجلان اللي ديجا مغسول ومنقي ومحمر ومطحون، شفتوا كاين 2 كيلو. هنا هذا اللوز اللي حتى هو مقلي ومطحون، كيبقاو فيه هكا طريفات شي شويش كبارين، هنا حتى هو فيه 2 كيلو. هنايا لالا عندنا الفورس طحين اللي حتى هو 2 كيلو محمر. هذا ما كنديروه حتى كنغربلوه مزيان مزيان، ما يمكنش يقبط ويدار لان كيكون فيه هادو، شتيو هادو خصهم ضروري يتغربلو مزيان. هنا عندنا القرفة، عندنا العسل، هذا خليناه للزواق. هنا هادو راه النافع، هذا النافع. وعندنا زبيدة، زبيدة ما غاديش نجيبها دابا، مازال حتى تطلق راسها مزيان دوب تكاراميليزا، وعاد داك الساعات غادي نديرو. دابا اول حاجة غادي نديرو النواشف ويتخلط مزيان كلشي ناشف، وعاد غادي نضيفو العسل والزبدة. وإلا بغيتو ديرو مسكة الحرة خصها ضروري تكون مدقوقة مزيان 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 مزيان، ما تكونش فيها حتى واحد طريف صغير فالت لكم، لأن إن فوا تكونو إن فوا تعضوها، إن فوا تمشيو كتاكلو سلو وتعضو تقدر تهرس لكم شي ضرسة، لأن هي كتقصح ما فهمتش علاش كتولي قاصحة واحد القصوحية غريبة. من الأحسن تكون بودغ، يعني تكون صافي دايرة بحال شكل ديال السكر كلاصي. صافي غادي نخلطوا هذا الشيء وانا معاكم. بديت ما قلت لكمش السكر كلاصي، غادي ندير كذلك حتى السكر كلاصي. السكر كلاصي كيبقى على حسب الذوق، لان ديجا كاين العسل دونك الحلاوه راها كاينه، يعني السكر كلاصي كديروه غير على حسب الذوق وصافي، ما تكثروش بزاف. صافي هذا الشيء اللي كاين. غادي تسمعوا البنات بان حلقي راه تسد، لان فريمون ضربني البرد من بعد ما جمعت سلو. المهم لينا فريمون عييت منين كنت كنصوبو، حسيت براسي بانني عرقني، ومع كنسرج محلول وكان شويش ديال الريح حسيت براسي بانني غادي ناكلها. ودابا حاسه بحال بغني يجوني الحلاق، المهم ماشي حلاق، مية نزله. المهم تسمعوا حلقي على مجال الليل باش ندير لكم مونتاج. صافي مشات تبحبح، كنتمنى من هنا غدا صبح لاباس كي قلت لهم في الدار، قلت لهم ايوا يلا انا حتى احتاجيت دابا الجهد حتى احتاجيت الجهد واحتاجيت الوقيته يعني اللي نكون صحيحه للولاده والبيبي، عاد مرضت والله يدير شي تاويل ديال الخير، هادشي ما كاين، الله يشافيني ويشافي جميع مرضى المسلمين. المهم هنا البنات كيف ما كتشوفوا بديت كنخلط في هذا في السفوف اولا سلو اولا الزميطه، كل واحد شنو كيقولها، حنا تنقولوا لها السلو بحكم ان ما كيكونش فيها هكذا بزاف ديال العشوب وداكشي، حيت كيكون فيها غير اللوز والزنجلان والنافع والعسل والزبده والطحين سكر كلاص، هادشي اللي كيكون فيه، يعني ما كيكون شي حاجه وحده اخرى. اللي كنديروا فيها العشوب اكثريه بحال الشكل ديال ايلان وكاوكاو ومثلا كاين نافع وكاين حبه حلاوه، المهم كنديروا فيها بزاف الحاجات اللي كنعيطوا لها الزميطه. المهم هنا كيف ما كتشوفوا حاولت انني نخلط النواشف كلهم بوحديتهم، وحتى خلطت النواشف مزيان 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 مزيان، وداك الساعات عاد ضفت الشيء الاخر اللي كيكون هكذا جاري. بالنسبه للمقادير راني ديجا كنت شاركتهم معكم، دونك حاولت انني ندير انا 2 كيلو من كل حاجه، 2 كيلو من الطحين محمر، 2 كيلو من الزنجلان، 2 كيلو من اللوز، وكذلك درت القرفه والنافع وقبيصه ديال المليحه، وحاولت انني نخلط كل شيء مزيان 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 حتى تجانست لي المقادير كاملين مع بعضياتهم. وداك الساعه ضفت الزبده. بالنسبه للزبده البنات راه دخلت تقريبا كيلو، غير هو انا قطعت غير شويه وذوبت شويه،
قلت حتى نشوف واش نقدر انني نزيد. صافي هنايا اصلا ما كنتش درت الزبده كامله، كنت درت غير داكشي اللي وريتكم، وداك ساعات عاد وليت مشي دزت الزبده. وبالنسبه كذلك العسل حتى هو ما كنديروهش هكذاك، حتى هو كتخويوه في واحد الكاسرول وكديروهم فوق من العافيه حتى كيطلق راسو مزيان، وداك ساعات عاد كضيفوه يكون سخون، حيت ملي كيسخن كيجرى واحد شويه. او ميم طون سلوم الاحسن انه يدار له كلشي سخون، واخا كيبقى لكم هكا كيجيب لكم لا بانه مفرتت، راكم ملي كتجمعوه بالطريقه اللي كنجمعو انا راه خصو يتجمع هو سخون وراه كيتجمع. دابا هنايا لقيتوني البنات كندوق، ديجا درت العسل ودرت الزبده، المهم دقت بالنسبه للحلاوه سكر كلاصي حتى هو ما قلتلكمش درت سكر كلاصي، راه ما درتش بزاف، درت تقريبا زلافه كبيره، قلت لكم لا لا حتى دقت داكشي. بالنسبه لهذا الحلاوه قلت لماما راه صافي، ولكن ضروري غادي نزيدو شويه ديال الزبده، دونك زدنا داك الكميه اللي بقات ديال الزبده، يعني دخلنا كيلو صافي. وليت عاوتاني خلطت كلشي مع بعضياته وصافي. اون فوا ملي كنخلطو وكنسالي كنحاول انني بحال نبرك عليه بيدي كيتجمع تما كنعرفو صافي راه، واخا كيبان لكم باقي مفرتت تما كنعرفو بانه صافي راه راه صافي عطيناه الزبده اللي خاصو ياخد. بغيتو ديروا البنات الزيت اللي كنقليو فيها اللوز، ممكن انكم ديروها، حنايا ما كنديروهاش. بالنسبه الماما، ماما صراحه كديرها. ايوا صافي هي هذيك. دابا هنايا شتو البنات ملي كنضعقوه مزيان بالدلاك كيفاش كيطلق لي دم ديالو، واخا كيبان لكم بان راه ما طالقش، لان شحال هادي انا كنعقل الاكثريه ديال العائلات المغربيه اللي كانوا كيصوبوه كنا كنديروه في سطل ديال المعدن، تعقلوا البنات سطل ديال المعدن، الناس ما كانوش كيخبعوه بحكم ان كان ماشي كلشي عنده تلالج، وميم طون كان الصراحه داك سطل ديال المعدن الاكثريه كيخبعوا فيه الناس السميطه ولا الخليع وشو سميتو. ومنين كان كيديروا الواحد في هذاك سطيل ديال المعدن وكيطلق الزيت ديالو من الفوق، يعني الواحد كيكون مشبعو بزاف بالزيت، ومن الاحسن ان ما ديرولوش الزيت بزاف، ماشي بزاف. شوفوا هنايا كيبان لكم بحال الشكل ديال الرمله، كتقولوا بحال راه ما يعني مشاربش بزاف ديال الزيت ديال الدهنيات، ولكن داك الزبيده كانت كافيه باش انها تجمع جوج كيلو من كل حاجه. صافي كنبقى هكاك حتى كنكمل الشكيلات باش هكا اون فوا ملي كتنساليهم كيقدروا انهم يتخبعوا، داكشي كيجيو بلاكيطات مقادين. وعاد انا كنزيد نزوقهم بشويه ديال اللوز من الفوق، كيف ما كنشاركوا معكم كل عام ملي كنصوبوا هذه الطريقه. المهم هنايا من بعد ما ساليت الروينه ديال السلو ساليتهم كاملين قديتهم كاملين، دونك صافي خديت واحد البلاكيطه ديال السلو الاولى اللي كنت صوبتها وحطيتها هكذا على جنب، عطيتها صراحه لاختي هي اللي خداتها وحاولت انها تقطعها مكعبات كبابرين اللي غادي يجيوني في هادو اللي كنت خديتهم البنات من شيئين. هادو هما البنات اللي كنت خديتهم من شيئين، قلت لكم راهم جايين هكا بواطات فيهم الرجيلات وجاي لو تام ديالهم ديال البنيتات في الغوز، غير هما كانوا في قلب الباكيه، وكنت قلت لكم خلي حتى ان شاء الله نحلهم ونقادهم ونشاركهم معكم باش تشوفوا الشكل ديالهم. وصراحه بحال هاد الشكلات هادو كيتباعوا حنا، يعني كنلقاهم كيتباعوا عند العطاره اولا الناس اللي كيبيعوا هادشي ديال الحلويات وداكشي، ولكن كنلقاو الاثمنه ديالهم شويه طالعين. انا هادو كنت لقيتهم البنات في شيئين صراحه رخاصين بزاف بزاف بزاف، كاينين شكيلات واحد اخرين ماشي غير هادو، كاينين شكيلات واحد اخرين، دونك انا كنت خديت هادو اللي كتشوفوهم لقيتهم كي قلت لكم رخاصين والصراحه عجبوني، قلت زعما ناخذهم نصوبهم على تيسع باش هكا ان شاء الله باذن الله نديهم معايا الا كتب الله لا كلينيك، دونك انا هادشي كنوجدو دابا لا كلينيك كيف ما كتشوفوا. صافي هنايا كنحاول انني نجمعهم حيت داك النهار ما كنتش وريتهم لكم مجموعين، وريتهم لكم غير في واحد الباكيه، ودابا كنحاول انني نوريهم لكم هكذا مجموعين كيفاش كيجيو، وكيجيو معاهم حتى داك سوينتات.
هادوك سوينتات الغوز. الا كان عندك وليد راه كاين هذاك الدخلاني في البلو والفوقاني اللي كتشوفوه فيه داك الرجيلات كاين في البيض والسوينتات كاين في البلو. يعني انت لا كتختاري داك الساعات شنو بغيتي، سواء كانت بنيته ولا وليد، يا غوز يا بلو. صافي هنايا حاولت انني نجمعهم كاملين ونقادهم، وهنايا غادي ناخذ داك السلو ديالنا وغنحاول انني نجمعو هكذا في بابي الومنيوم، نحاول انني نقادو تنقادو مزيان، ومن بعد غناخذ هكذا واحد البواطه ونحط فيها. شفتوا صافي يعني، وغنحاول انني نجمع. حطيتها من الداخل، درت طريفات شويش كبابرين وحطيتهم هكذا من الداخل، وشديتها بسوينطه وحاولت انني نوريها لكم كيف ما كتشوفوا. صراحه الشكل ديالها كيجي زوين. هنايا اختي هي مسكينه اللي خدامه كتعاونني، كتحاول انها تقطع وتدير لي في البابي الومنيوم، غير انا غير ندخل زعما في البواطات، لان ملي كنقيس سلو بيدي وكندير له بابي الومنيوم وكنحاول اني نحل البواطه ونسدها، بحال كيتطراسا بصمات ديالي في داك البواطات ديال بليدام، حيت ملي كتهزي سلو اكيد كنقيسو داك ليدام اللي طلق ديالو. ايوا صافي، يعني بحال كنوسخهم، خليتها هي اللي مكلفه لي بهاد القضيه هادي، وانا غير كنهزهم بابي الومنيوم ديالهم بكلشي وكنحطهم لداخل وكنحاول اني نسد البواطات وندير لهم داك السوينطه ديالهم. صافي هذا ما كان. صافي بقيت غادا على نفس الشكل حتى ساليتهم كاملين. عرفتي البنات والله العظيم واحد الاجواء فنين، والصراحه ما كرهتكمش انكم كاملين تكونوا معايا، انا عارفاكم وحاسه بكم انكم اصلا ما تكرهوش انكم تكونوا معايا وكتدعيو معايا. لالا خطيكم البنات والله، الله يكبر بكم ويعطيكم كل ما في خاطركم. شفتوا ملي كنتلاقى الناس في الزنقه ولا كيجيو عندي السونتر ولا غير كيتواصلوا معايا كيهضروا معايا ولا لي كيعيط لي، المهم اي حاجه قد هكا صغيره منكم والله العظيم الا كتجيني قداش وكتجيني كبيره كبيره كبيره، كنحس بكم بصح فريمون عائلتي الثانيه اللي يمكن ماشي عائلتي، لان حب الناس ما كيتبع ما كيتشرى. باش الواحد يبغيك لله في سبيل الله، يعني بدون مقابل، بدون غش، بدون حاجة، المهم بدون مقابل، باش الواحد يبغيك هكاك لله في سبيل الله، يعني واحد النعمة عطيها لنا الله سبحان الله العظيم، زوينة 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 بزاف. ولهلا خطيكم عليا البنات والله، الله يكثر خيركم والله يسهل عليكم والله يكبر بكم كيف ما مكبرين بيا، الله يسهل عليكم حتى نتوما وحق الله العظيم، لان كتلمسني وكنحس من اعماق قلبي بواحد الشعور وواحد الحب من جهتكم اللي زوين، احساس زوين، وهذاك الاحساس راه اللي هو زوين راه كيعيشني في واحد الطاقه ايجابيه اللي زوينه، اللي ديجا حنايا كنعيشو في هاد الحياه هذا، كنعيشو في توتر، كنعيشو في ستريس، كتلقي بنادم سبحان الله كيعطيك طاقه سلبيه غير هكاك، ولكن سبحان الله كتجيو نتوما كتنسيوني في بزاف الحاجات. اي والله يسهل عليكم، والله الدعوه خارجه من القلب وبالقلب الصافي سبحان الله العظيم. وعاد عرفتي فوقاش البنات كندير لكم مونتاج، راه كندير لكم مونتاج على وشي الفقر كيف ما كنقولوا، والله العظيم يا ربي قبل هاد الدعوات وصافي. ايوا المهم هنا الغزاله ديالي كيف ما كتشوفوا، من بعد ما ساليتهم كاملين شفتوا الشكيله ديالهم، صراحه كيجيو فنين زوينين بزاف بزاف بزاف، غزالين. المهم شي حاجه سامبل رخيصه وزوينه ومسمقه، هادشي اللي هادشي اللي بغيت نقول لكم. يعني الواحد بزاف بزاف انا عارفه كيتفرجوا فيا بزاف ديال الفئات، دونك ممكن انك تاخدي اي حاجه على قدك، حنا كنعرفوا راه كاينين مالين تبارك الله البوفيات، تبارك الله ما شاء الله اللي كتدير لك البوفي من الاول حتى للتالي، انت ما كتهزيلوش لهم بصفه نهائيه، ولكن انا اشاك فيديو لا في كل مناسبه كنحاول انني نتقاسم معكم كل فتره على طبيعتها وكيفاش كنعيشها.
نهار درت البوفي راني تشاركت معكم، نهار مثلا ديال جنس الجنين انا تشاركت معكم داكشي ديال البيكنيك كيفاش كيجي على جنب البحر، ولا الا كان هكا في شي فوغي ولا في شي حاجه. نهار انا بغيت نصوب شي حاجه بيدي وكنقادها بيدي، لان الصراحه كنحس بشي حاجه اللي هي زوينه بغيت نصوبها بيدي، سورتو فهادشي ديال الولاده وداكشي. ها انا كنحاول انني نتشاركو معكم شي حاجه اللي سامبل كتقاديها بيدك وكتحاولي انك طيحيها عليك بثمن شويه رخيص، فهمتوني. كنتمنى البنات من كل قلبي انكم تدعوا معايا الدعوات ديالكم واقفه عليهم، وفي نفس الوقت كنتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم في هذا الفيديو. حاولت انني نتشارك معكم داكشي اللي درت صراحه اليوم، مع كان عندي شويه ديال الشغل في السونتر وداكشي، ولكن الحمد لله زولنا علينا هادشي اللي كان هازين له الهم، بحال سلو تجمع صافي ترصا في بليستو، قريعه ديال ما سمحوا لي قريعه ديال الما حتى هما حاولت انني نقادهم، وهذوك البيبرونات حتى ما عمرتهم بلا دغاجي، يعني المهم كنصوب كل حاجه على قدي، ومهم راكم عارفين شي حاجه بيدي ذاتي وعلى قدي وفرحانه بها، وبغيت نديها معايا لا كلينيك وصافي. هذا ما كان، لان الصراحه ما بغيتش نكثر عليا بالبوفيه وبزاف الحاجات، ان شاء الله من بعد وعاد غادي ندير داكشي على حقه وطريقه ونسمقه. هنا وصلت لي ديال لا فيديو، كنتمنى لا فيديو ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وشكرا بزاف 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 على حسن المتابعه. ما تنساونيش من لايكاتكم وتشجيعاتكم، وغنقول لكم تهلاو حتى نتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم. السلام عليكم.